بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا، بعد القرار الأخير بتأجيل الامتحانات نزلت استفتاء بالنسبة لطلاب الدور الثاني. الاستفتاء كان في داخل الفيديو أنه يعلقون نستمر أو نبقى، يعني ما ننزل محاضرات إلى يوم مثلا 10، يعني 1/10 من 10 يلا نبدأ ننزل محاضرات. الطلاب قالوا لا أستاذ نزلنا هسه، والغالبية الكبرى قالوا نزلنا إنجليزي. طلابنا راح ننزل اللغة الإنجليزية، قلت لكم 6 محاضرات، هاي المحاضرة الثانية، كل الكتاب تضبط بين المحاضرات إن شاء الله ناجح، أوكي. وبعدها الرياضيات، بعدها الكيمياء، بعدها اللغة العربية، على مود نكون قريبين على الامتحانات وتقدر تستفاد من مراجعتك ويانا. طلابنا، المطلوب من عندك اول شيء وهي انه تنشر محاضرات باكبر عدد للطلاب يستفادون، لان تعرفون اللي يدفعون فلوس ويدخلون دورات والناس ما عندها، فلذلك هاي يعني مراجعة مجانية او دورة مجانية للطلاب لكل المواد، اوكي طلابنا. هسه المرج من عندك على مود تنجح، لان الغالبيه يسالون استاذ انا اقرا انجليزي بس ما اقدر يعني انجح، اقرا واكمل ما احفظ، ما اقدر انجح بالامتحان، يجي الامتحان ما اقدر احل. طلابنا راح اشرح، وبخلال الشرح اقول لك رموز او مفاتيح للاسئله. الاسئله مو فقط حروف وكلمات، لا، لها مفاتيح انه تجاوب عليها على ضوءها. فهاي المفاتيح هي اللي تنجحك وتخليك تحل بكل سهولة. نجي نفس ما عودتكم، كل محاضرة ناخذ إنشاء. طلابنا لا حد يقول لي إنشاء واحدة وإنشاءين أو ثلاثة، حافظ أحفظ أقل شيء 5، هن 6 أحفظ 5، المو إذا جاك واحد ترك أنت أوتوماتيك تاركه، تمام؟ وما نعرف يا أهل يجي، ولا تخلي مستقبلك بيد واحد إنه يعيل لك إنشاء يجي، لا هو مو ترى على التوقعات، لا هاي دراسة ما معلوم. انشاء الوحدة الثانية الدعوة. انشاء الوحدة الاولى كانت وصف صديق ايضا مكتوب ان ايميل، وقلت لكم الرمز اللي نلقاه هناك كلمة ديسكرايبنج، اوكي، او ديسكرايب. اما بوصف الصديق ايضا موجود رايت ان ايميل، هناك رايت ان ايميل، هنا رايت ان ايميل. هواي طلاب يخطئون في هذا الشيء انه يدوخ هذا انشاء الوحدة الاولى لو الثانية، لان مو مترجم هو، فريد من عندك تركز. هناك ديسكرايبنج موجودة او ديسكرايب، هنا انفيتيشن الدعوة او انفايت ادعو، هاي كلمة انفايت يور فريند او انفيتيشن موجودة هيجي. العناوين حسب العنوان اللي يجيك تقدر تغيره، مثلا ودنج زواج، بيرثدي عيد ميلاد، سكول مدرسة يعني حفلة تخرج مدرسية، graduation أيضا تخرج، أوكي. مثلا عندنا هذا الإنشاء راح نأخذه، write an email أو invite your friend to the graduation or party، يعني الهاي الحفلة مال التخرج أو للودنج مال أخوك أو للبيرثدي مالتك. انت شو تقول له هنا؟ هاي زيد، اول شيء شني تحيه، زين. بعدها شو تقول له؟ I would like to invite you to my brother graduation party on Sunday. استاذ مو ينطونا كلمات، ركز لي وياي. قال لك مثلا ودنك، هاي الجراديويشن تحط مكانها ودنك، زحمه عليك او ما زحمه؟ فقط تخلي الودنك مكان الجراديويشن. قال لك بيرثدي تجيبها مكان الجراديويشن. قال لك مثلا سكول بارتي تخليها مكان الجراديويشن، تمام طلابنا؟ لو مو تمام هسه صارت واضحه، زين. استاذ مو بعدك كلمات يغير لي اياها، شي يغير لك؟ يغير لك اليوم، مثلا يقول لك صندي، مثلا يجوز يقول لك موندي، انت خلي مكان صندي موندي، يعني زحمه عليك. يو ماست كم بيكوز ذا بارتي ويل بي امازينج، هاي تحفظها استاذ. شلون احفظ؟ تمام، تحفظ اول جمله
قلت لك لحد النقطة تحفظها حفظ مرة اثنين ثلاثة أربعة إلى أن تصير سهلة عندك. زين، بعد هالجملة الثانية، بعد هالجملة الثالثة، زين، بعدها أريد قبل لا تحفظها في اللغة الإنجليزية أريدك تحفظ لياها بمن؟ هسه يقولون أستاذ طول، هاي فقط بالإنشاء الكثر طول. إي حبيبي، هذا الإنشاء شوفه عليه 15 درجة، 15 درجة في الوزارة مو هينة. زين، أريدك تحفظ لياها في اللغة العربية. ليش؟ إذا عرفت هاي باللغة العربية راح تعرف الكلمات هذه شنو معناهن، وخصوصا إذا شلت هاي الكلمة وخليتها مثلا I would، يعني معناها I would like to invite you to my، مثلا إلى أدعوك إلى حفلة تخرج أخي، يعني ترجمتها ترجمة، يعني شو نقول حرفية فوقها، يعني كل كلمة فوقها راح تعرف إنه هاي لايك مثلا أود أو أحب، زين invite أدعوك، تمام تمام استاذ. بعد الكلمات ينطيناهن لربما ينطيناهن شلون اغيرهن، مثلا ربما يغير لك المكان، انت مثلا بي ويل بي ان، مثلا هاي بابلون هوتيل مثلا يجوز بغير مكان، مثلا السعدون هوتيل غيرها، تمام. مثلا الوقت يجوز يتغير، يصير الساعة بالسبعة او ثمانية او تسعة او عشرة، ماكو مشكلة، واضح تقدر تغيره. مثلا يجوز افترنون، مثلا تجيك هنا يجوز مورنينج، مو شرط الا افترنون، تمام. يعني شغلات اللي تتغير بسيطه وواضحه قدامك تقدر تبدلها انت اذا حفظ الانشاء. ندخل الانشاء كتبه هذا بالصحيح، بعدين امسح وحده وحده، تقول هو قايل لي على الودنج، انا ايش عندي كاتب جراديويشن، زين، باعتبار انت راح تعرف انذني الكلمات، يعني ما معقوله كم كلمه انذني ما بيهن هواي. اوكي طلبنا، هسه هاي بالنسبه للانشاء انتهينا من عنده. نروح المن، نروح ندخل للقواعد الوحدة الثانية. طلاب ركز رجاء، الوحدة الثانية أهم موضوع بيها هو expressing preference and making suggestion، التعبير عن الاقتراح والتفضيل. بكم وحدة؟ كم أداة؟ بسبع أدوات، سبع أدوات. هسه راح أقول لك شلون يجيك باللغة بالوزاري. أريد من عندك أول شيء الـ how about، جدا مهمة تحفظها، الفعل اللي بعد هيجيني بي اي ان جي، وعنده علي مثال، هذا المثال how about going to park. هسه راح نعطيك عليه امثله وزاريه، I would like و I would love و would you like، كلهن يجي بعدهن شني؟ to زائد فعل مجرد. زين، مثل شنو؟ I'd like to go to the mall، وضحت؟ اعيدهن، اي هاو اباوت زائد فعل بي اي ان جي، الاي ود لايك، اي ود لاف، وود يو لايك، ذني يجي بعدهن تو زائد فعل مجرد. شلون استاذ؟ ما اعرف والله دخل، ماكو مشكله، بس احفظ لي اياهن هسه بهاي الصيغه، احفظ لي اياهن. زين، بعدها واي نوت، واي رذر، وليتس، ذني يجي بعدهن فعل مجرد خالي من اي اضافه، لا بي اي ان جي ولا مسبوق بتو ولا كذا. شلون يجنب الوزاري؟ تعالوا وياي شلون راح يجنك. حل تمرين، طبعا كتاب النشاط صفحه شقد 21، هنا يقول راي ذا فيرب ان ذا كوركت فورم، يقول لي اختار اما تو جو او جو او جوينج، نختار من ذن الفوق، شوف هن للجمل ذني، هذا التمرين على ذنك الهن، هذا التمرين كفيل بأني فهمك الموضوع كله. جيت Where would you like فراغ this afternoon، عندي would you like، would you like أنا حافظها إيش تأخذ، تأخذ to زائد فعل مجرد. جيت to هاي to زائد فعل مجرد، جيت خليتها بالفراغ. صعبة لو سهلة؟ سهلة. زين How about فراغ، هاي هنا فراغ باعتبار ما موجودة going to the park، زين انت حافظها اش تاخذ عندك لها اوبات، فعل بي اي ان جي، وين الفعل بي اي ان جي؟ استاذ going، عاشت ايدك يا بطل. زين بعدها I'd rather فراغ to the beach and play football، وينها ال I'd rather، I would rather، هذه اش تاخذ فعل مجرد خالي من اي اضافه، يعني لا بي اي ان جي ولا مسبوق بتو، فاجيت خليته جو. واي نوت اشتاخذ فعل مجرد،
I would love to. لاحظ تأخذ to زائد فعل مجرد. Yes, let's. Let's إيش تأخذ؟ تأخذ أيضا فعل مجرد. ذن تحفظهن بهالصيغة هذه يعني راح يكون عندك جدا بسيطة طلابنا إذا ما تعب قلمك ورقتك تمليها سويها سودة من الكتابة ما راح تقدر تجاوب بالوزاري. أوكي يلا نروح المن الاقتراح علي على والرفض زين يعني الرفض والموافقة على الاقتراح أجي أجري وأكسبت احفظ ذن الكلمات طلابنا قلت لك هاي مفاتيح الأجوبة وهي طلاب يراسون أستاذ مشون نجاوب طلابنا هاي إذا ما تعرف ذن يجنك بين قوسين أجري معناها أقبل أو وافق وأكسبت نفس الحالة دس أجري لا توافق أرفض ريفيوز أيضا أرفض القبول عند التعابير التالية نستخدم إيش نستخدم yes that is good idea yes why not هاي لما نريد أوافق على الاقتراحات ذنيش الفوق زين that's yes that is good idea أحفظ واحدة من عثن yes why not أو yes let's go مثلا الرفض عند التعابير التالية إيش نستخدم نستخدم no I would rather نوت لاحظ نو ايد رذر نوت هسه عندي هذا النشني عرفت هسه بالرفض شو استخدم نو ايد رذر نوت احفظها وهنا يس واي نوت احفظ لي اياها حفظت اجي عندي امثله لو ما عندي امثله عندي امثله وزاريه ليس واتش ا فيلم اكسبت يعني شنو اكسبت مساء اخذتها استاذ معناها اقبل هاي بعدها قدامي زين شلون تقبل استاذ نستخدم هذه yes why not وضحت لو ما وضحت زين let's watch a film هاي نفسيتها refuse شنو refuse استاذ هاي موجودة قدام بعدها معناها ارفض شلون العلامة الرفض شلون ترفض no I would rather not no I would rather not وضحت لو ما وضحت استاذ وضحت عندنا ذا النوزاريات يقول let's play tennis accept yes that's good idea براحتي انا ايش اختار ماكو مشكله مثلا عندي هاي yes why not براحتي اوكي هاي بالنسبه للوزاري عندنا بعد اسئله وزاريه مع الحل على اليمن على how about going زين يقول شلون يجيني مساع بالاختيارات هسه الاسئله الوزاريه اللي تجينا عليها شلون تجيني يقول ميك ا سجكشن فور يور براذر سو اقتراح الى اخوك اباوت وير تو سبين ذا هوليداي حول قضاء العطله مالتكم وين تقضونها هاو اباوت يقول لي استخدم هنا انا يقول لي حاصر انه لازم استخدم شو اقول له هاو اباوت جوينج تو اربل واضح لو مو واضح How about going؟ المهم عندك إنه بعدها جبته في الفعل ذي شنو ing. الثانية شلون تجيني؟ Make suggestion ما راح يحصل من هنا. To your little brother who has a toothache. عنده شني سو اقتراح إلى أخوك عنده ألم أسنان. Use see the dentist. يعني شنو see يرى the dentist شني؟ طبيب الأسنان. Why not see the dentist؟ لاحظ. Why not؟ ليش استخدمت why not؟ للسهولة لأن عندي السي فعل مجرد خالي من الإضافة والwhy not تجي بعدها فعل خالي من الإضافة. أو استخدم ليش see the dentist أيضا ماكو مشكلة. وضحت هسه هاي شلون تجيني الأسئلة عليها إذا ما كانت اختيارات تجيني بهاي الصيغة. بعد شني؟ Agree to your friend's suggestion to study English together. وافق على صديقك انه اقترح لتدرسون اللغة الانجليزية معا. Yes, I would love to. براحتك تقول له yes, I would love to. وتقول له yes, why not. براحتك الموافقة. المهم انه تعرف انه هاي الاجري موافقة اللي اخذناها فوق.
زين use how about to make suggestion to your friend to go to the beach on Friday. لاحظ قال استخدم how about انه تقترح لصديقك to go to the beach on Friday. مجبور استخدم هاي الجملة to go to the beach on Friday. فش اقول له how about ايش جبعتها الفعل وينه go ايش اخلي له ing going to the beach. واضح لو مو واضح او تجين الطريقة اللي بعدها كل الطريقة الطكية اللي في الوزاري اللي جاية اوكي how about وحاط لك go to the mall. correct the verb. شنو correct the verb صحح الفعل وين يا فعل هذا ايش قبله how about ايش يجي بعدها فعل بي ing هذا ما بي ing يعني تصحيحته فقط اضيف له ing اوكي how about send an email to our friend. correct يقول لي صححها صحح الفعل هذا فقط اصححها انه اقول sending. وضحت لما وضحت ليش بلاي تنس accept. شنو accept استاذ اخذناها من الساعة معناها اقبل وافق. ليتس بلاي تنس شو اقول له يس ليتس او واي نوت براتك شد بس ليتس خليها يس ليتس اوكي اذا جدتك على ليتس. يوز وود بي فري تو انفايت هاي عدد جمل هواي الك كلهن طلابنا كلهن الك ذن اريدك انت تتدرب على اكثر عدد او اكبر عدد ممكن يفيدنك بالوزاري. Use would be free. لاحظ would be free to invite a friend to come to your birthday party. Would you be free to come to my birthday party? لاحظ would you be free. هو منطنيها. Would you be free to come وكمل من على الجملة. أيضا هذه يعتبر اقتراح. باقي يعني الأمثلة. تقدر تاخذهن او تقدر تكتبهن بنفسك اوكي لاحظهن ما اعتقد بعد هم موجود تقدر توقف الفيديو تاخذهن وتتدرب عليهم جايب لك اكبر عدد ممكن من الامثله اللي ممكن تتكرر بالوزاري وايضا عندي امثله يبقى حلها على الطالب اوكي ذني حلهن عليه من على الطالب تمام طلابنا لأن أربعة يبقى حلين على الطالب تقدر تكتبهن بالتعليقات. تمرين 24 جدا مهم يعتبر من التوصيلات أوكي وخاف يتكرر مثلا يجي من عنده فرع كامل ندير بالنا عليه. مكتوب بي بالأخير the same meaning يعني match يعني من الكويستشن هذا السؤال وين اللي ينطي نفس المعنى فحل الكيا. What is it called? ماذا تسمى? What is the title? ما هو العنوان? نفسيتهن يطن نفس المعنى. Who is it about? What is the name of the main character? حول ماذا أو حول من تتكلم يعني القصة أو الرواية أو ما هي هنا أنا جاين الجواب مالتها يقول ما هي الشخصية الرئيسية فيه يعني اثنيناتهن اللي تتكلم عنهن مهمات طلابنا أتمنى تكتبون في اللغة العربية وتحفظوهن. What is the topic؟ ما هو العنوان؟ What is it about؟ هنا أنا What is the topic؟ topic معناها تجي مو العنوان عن شنو الموضوع يعني شنو What is the topic؟ شنو الموضوع؟ What is it about؟ حول ماذا؟ يعني هم نفس الحالة يسأل نفس يعني هذا السؤال نفس هذا السؤال واضح بس المهم إنه تعرف هذا السؤال يشبه هذا السؤال. Where does it happen? أين حدثت? Where does it take place? المكان وين كان? وين أخذت مكانها? زين. What is the ending like? كيف كانت النهاية? How does it end? كيف انتهت? نفس المعنى. شوفين. Could you lend it to me? هل تستطيع أن تعيرها لي? Could I borrow it? هل أستطيع أن أستعيرها? لاحظ نفس المعنى. فأريدك تحفظها. يلا نشوف اللي بعده اللي بعده زمن المضارع البسيط زمن جدا هو من اسمه بسيط نقدر ناخذه ونعرفه هسه. تعريف زمن المضارع البسيط هو الزمن الذي نستخدمه لاحظ شنو الفرق
نستخدمه للتحدث عن فعل أو حدث معين يحدث بشكل جاي هنا بشكل متكرر، أي أنه حدث في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، مثل العادات والقوانين الكونية الثابتة. لاحظ يعني مثلا أذهب كل يوم للمدرسة كذا هيج، أو العادات والقوانين الكونية مثلا شروق الشمس the sun rises in the east، شروق الشمس من الشرق. زين البريزنت سيمبل شنو هن الكلمات الدلالية على زمن المضارع البسيط؟ عندي always معناها دائما، يوجولي عادة، اوفن غالبا، نيفر ابدا، ذن دلالات، ايفري تايم كل وقت، ايفري ويك كل اسبوع، يعني ايفري ومعاها وقت. واضح؟ ملاحظة، ليس بالضرورة في هذا الزمن وجود شني دلالة، بس احنا نعرفه من خلال المعنى. زين شكل الجملة المثبتة في زمن المضارع البسيط هسه نجيها. طبعا تقسم شكلها الى قسمين يعتمدن على من؟ على الفاعل وضمائر الفاعل. مثلا عندي third person pronouns للشخص الثالث اللي هن الهي والشي والات، ذن دائما الفعل مالتهن شبي دائما بيأس بهذا الزمن او اس حسب الموجود، حسب الفعل، مراتك فعل ياخذ اس ومراتك فعل ياخذ اي اس. استاذ ما خليت اس و اي اس، خطا، شلون اعرفهن؟ هسه راح اعلمك بيهن. مثلا امثله ناخذ، سبجكت شني؟ فاعل، يعني هي. الفعل شني؟ هاي جيتس اب. ليش خليت اس؟ لان عند الفاعل مفرد. زين وعلى شنو اعتمدت انه هذه زمن مضارع بسيط؟ هي جيتس اب ات 7 o'clock، هو يستيقظ ساعة سابعة. هسه سواء موجودة every day أو ما موجودة، مبينة هي شني من شكلها زمن مضارع بسيط، واحد يستيقظ معناها مبينة كل يوم every day. زين she always reads Quran. زين لاحظ لهنا always وين جتني؟ جتني قبل الفعل وبعد شني؟ بعد الفاعل. يعني اللي أرد أقول لك يا ذني يجنك وين مكانهن مرات؟ يجني قبل الفعل بعد الفاعل. The sun rises in the east and sets in the west. لاحظ الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب. لاحظت لو ما لاحظت صار عند the sun مفرد فأخذت S بالفعل مالتها. أحمد does homework. أحمد شني؟ فعل واجبه. سميرة brushes her teeth every night. سميرة brushes يعني هنا brush يعني يفرش، أما أخذت شني؟ ES وليس S. ليش؟ لأن منتهي بأس أج. هسه راح أعلمك فيهم. زين يلا بعد متى، هسه هاي متى نضع ES أو S او اي اس؟ نضيف اي اس اذا انتهى الفعل. طلابنا ركزوا وياي بالاحرف التاليه اللي هي اس سي اتش او اس اتش وزد. شو نضيف لها؟ هاي الفعل انتهى مثل برش اللي اخذناه سي برشز. شو نضيف لها؟ اي اس ووتش ووتشز، باس باسز. زين ميكس ميكسز، جو جوز. ليش؟ لان منتهي ب او منتهي بأس اتش مثل غيرها. نضيف الاي اي اس للفعل في الحالة التالية، شن هو؟ اذا انتهى الفعل بحرف ساكن وهو واي. زين نحذف الواي ونضيف اي اي اس مثل study study. لاحظ study studies. زين party parties، fly flies. لاحظ لهنا أنا. حرف ساكن لازم الزائد هنا زائد الواي. شنو الحرف الساكن استاذ؟ يعني الحروف الصحيحة، يعني مو الحروف الخمسة العلة. واضحة تعتقد؟ جدا واضحة. اما باقي الاضافات نضيف لها اس للافعال. هاي كلها استاذ على مود انه نضيف للفعل اس و اي اس و اي اس و اي اي اس اي، لان هن ذني درجاتك تقدر تحصلهن من هاي الشغلات. زين زين عندي البلورال
مو احنا قلنا نوعيتين، نوعية المفرد اخذناها الثيرد بيرسون، اما النوعية الثانية وهي البلورال. هنا ايش تجيني؟ ايش يقصد بها البلورال؟ يجيني اما they والwe واليو، او اسماء مثل boys or children اطفال، يعني هيك اسماء. وايضا عند الاي واليو نضع التصريف الاول للفعل دون اضافة شيء. استاذ ما نعرف التصاريف شلونها. التصاريف انا اعطيكم اياهم بالاخير، طبعا اعطيكم اياهم بالاخير التصاريف زين. اذا ما تعرفون كلش موجوده بتعلم اللغه الانجليزيه بالمحاضرات المطين، محاضره رقم 5 تقدر تشوفهم زين. هسه التصريف الثالث الاول للفعل شن هو؟ هو نفسيته، يعني المصدر، يعني ما مضيوف لاي شيء، واضح، وما متحول اي شيء. اسئله وزاريه عليه، طبعا هو هذا شلون يجيني؟ فاعل سبجكت فيرب خالي، شوفه ما بي اس، والاوبجكت يعني تكمله، they والwe واليو والاند، هاي كلها سبجكت او يجينا على شكل اسماء جمع، والفعل خالي من اي اضافه زين. مثل I play football every weekend، لاحظ they often، ليش استخدمت هنا مثلا do، ما استخدمت does مثل مساع احمد does homework، لاحظ ليش؟ لان عندي they زين. انا هسه لو جيت لقيت، ما لقيت دو، حاط لي اياها بين قوسين هنا، قال لي كوركت، مجرد انزلها نفسيتها الدو. ليش انزلها نفسيتها؟ لان في زمن المضارع البسيط منين عرفتها؟ من كلمه اوفن، ذن الدلالات اللي قلت لها عليهن استاذ زين. وليش خليت دو؟ ليش ما خليت دز؟ استاذ لو عندي احمد كان خليت دز، اضيف له اي اس لان انتهي بو زين. عافيه. We listen to our national anthem every morning. لاحظ لهنا أنا. We listen. ضيف لها شيء؟ لا. إذن جايب المصدر نفسيته. التصريف الأول. النفي في هذا الحالة شلون راح يكون؟ شوية النفي هنا أنا يحتاج لتركيز. شلون يكون النفي؟ تعال وياي. نستخدم لنفي الجملة في المضارع البسيط ويا المفرد. لازم نجيب من جيبنا الخاص does ونجيب do. نضع does not او ويا الجمع do not. وضحت؟ وضحت. شلون تجين الجملة بهاي الصيغة؟ نعتبر هذا باللون الاحمر ما موجود. he play، لا he plays، لازم هنا اكو s in the class. بالنفي مفرد لو جمع؟ استاذ مفرد من هي زين. شلون انفي؟ استاذ اذا مفرد نجيب does ونجيب وياها نوت زين، مو هاي بها اس نخليها؟ لا، نرجع الفعل، نحذف من عند الاس او الاي اس او الاي اي اس. واضح؟ واضح. وي دو نوت جو تو بيد ليت. لاحظ لهنا ليش جبت دو نوت؟ استاذ لان عند جمع وي فنستخدم دو زائد نوت زين. They do not eat pork. لاحظ لهنا أنا. Do زائد not. Do زائد not. مفرد does زائد not. لكن أريدك تلاحظ لي بالمفرد. الفعل اللي خلينا له S تنحذف الأس من عنده. وضحت لو ما وضحت؟ وضحت. ملاحظة. في النفي والسؤال نضع الفعل في المفرد كما هو دون إضافة الأس أو الأس اللي قلت لكم عليها. السؤال في زمن المضارع البسيط شلون اسال؟ ايضا اجيب من جيب الخاص الدو مع الجمع والدز مع المفرد. اضحن وين؟ في البدايه اذا ما كان الموجودات، زائد السبجكت الفاعل زائد الفعل زائد الاوبجكت زائد علامه الاستفهام ما انساها عليها درجه. دو ستدي انجلش، لاحظ مثلا بدون الدو You study English بدون علامة الاستفهام، قال لك سويها سؤال. شلون تقول لي make a question أو ask زين؟ أنا شو أقول له؟ أقول له ما زال هي you تأخذ do، أخلي do وكمل الجملة مع علامة الاستفهام. الجواب دائما يجي جواب عليه yes I do no I don't، ما لنا دخل فيها. هسه على هاي
يعني المفرد شنو اخذ؟ Does she speak Arabic؟ او يجيني خالية she speak Arabic، ما بيها لا علامة استفهام ولا does، وقال لك سوي لياها شني، سوي لياها سؤال، اجيت هاي بيها زمن، او القاها she speaks بيها s لان مفرد Arabic، شو اسوي هاني؟ اقول بها اس اساسا هذه زمن مضارع بسيط، لازم شكون عندي عند دز على مود اقدر اسال بها، فاجيب دز اخليها السبيكس بها اس احذف الاس من عندها. واضح واضح. مثلا دز احمد لايك فوتبول ماتش، لاحظ الفعل خالي من اي اس في زمن المضارع البسيط، ليش؟ لان دخلت الدز بعد تنهي الاس من الفعل. أسئلة يكون حلهن على الطالب، تلامنا أنطيك ياهن، ليش أنطيك ياهن؟ تتمرن عليهن، تعرف نفسك، تقدر تدبرها بيهن، لو ما تقدر إذا ما تقدر راجع المحاضرة على مود تقدر تضبطن أكثر. ذن الأسئلة دير بالك عليهن. بعد إيش عندنا؟ عندنا هنا تحويل الفعل إلى ماضي بإضافة الإيدي والتحويل الشاذ، ليش؟ لأن راح يجين الماضي البسيط. تحويل الفعل إلى ماضي بإضافة الإيدي والتحويل الشاذ، مثلا اولا اذا انتهى الفعل بحرف اي نضيف فقط دي، مثل لايك لايكت. ثانيا اذا انتهى الفعل بحرف واي وقبله حرف صحيح، تعرفون الحروف الصحيحة كلهن ما عدا الحروف العلة الخمسة اللي قلت لكم عليها، نحول الواي الى اي ونضيف اي دي، مثل تراي تراي. ثالثا احفظهن طلابنا، مهمات كلش، إذا انتهى الفعل بحرف صحيح واحد وقبله حرف علة واحد، نضاعف الحرف الصحيح ونضيف إيدي، مثل stop stopped، ليش؟ منتهي بحرف صحيح واحد وقبله حرف علة واحد. أما الشواذ ذن نحفظهن الشواذ، مثل come came give gave read read، نفسيتها تبقى لاحظ، swim swam، لاحظ شو صار، do did go went run run take talk eat eat know knew see saw write wrote get got meet met speak spoke. احفظهن ذني، وبعد موجود ايضا بعد راح ناخذهن بالتصاريف. زين عند هنا اللي ليش قريت ذني؟ لان احتاجهن في زمن الماضي البسيط. شنو الزمن الماضي البسيط؟ هو زمن الذي نستخدمه للتحدث عن فعل او حدث وقع في الماضي وانتهى. شكل الجمله في المثبت، شوف شلون بسيط شكلها في المثبت، كل الافعال كل الفواعيل يعني الفاعل اوكي كلهم يجي بعدهم فقط تصريف ثاني للفعل. شنو تصريف ثاني للفعل؟ هاي التحويل شلون تحوله للماضي بس. زين كم تصريف عندنا ساد؟ ثلاثه، التصريف الاول، التصريف الثاني اللي هو بالماضي، والتصريف الثالث للفعل. مهمات اي مهمات. هسه نجي للتصريف الثالث للفعل. الاول اخذناه ويا المضارع، والثاني ويا الماضي، وراح اراويك ذاك الواحد. نلاحظ من الجدول السابق ان الماضي البسيط لا يفرق بين الجمع والمفرد في الجمله، يعني ما حجز لمثلا الات والشي والهي وقال لذن ياخذن اس وكذا، لا ابد كله واحد عنده. زين هم شغله بسيطه، شنو الدلالات اللي تدل عليه؟ وايد دلالات عندنا في زمن الماضي، اختصرت لكم من عدهن، مثلا yesterday last week last month last night، يعني last كلها. زين ago once، مثلا once upon a time في يوم من الايام. والتواريخ الماضية مثلا سنة 2017 سنة 1988. in olden days في الايام الخوالي. when I was child عندما كنت طفلا. in my childhood في طفولتي. in my boyhood days في ايام طفولتي ايضا. Today morning اليوم صباحا أيضا صارت في الماضي. كلهن ذني دلالات، يعني من تلقاهن تحول الفعل إلى ماضي. زين قاعدة الماضي البسيط جدا بسيطة، فاعل زائد التصريف الثاني من الفعل، قلنا التصريف الثاني. مثلا مثال I played، لاحظ حولت بس مجرد قلت I played ضفت له ايدي، للي play ضفت له ايدي، هاي فوتبول يسترداي. شنو السبب ضفت له ايدي؟ لأن عندي يسترداي معناها بالامس، والدلاله هاي من الدلالات، هاي اليسترداي من الدلالات على الزمن الماضي. وضحت بسيط كلش. مثلا ماري لايكت
سكيتنج لاحظ لايك ضفنا لها دي ليه منتهي بإي ليش؟ لأن وين شي ووز لأن عنده دلالة عليها وين شي ووز أجير واضحة. في حالة النفي نضع فقط did do not. لاحظ نضع did do not يقول negative sentence مثلا هي عيفنا من الأحمر الموجودة هاي انساها كأنما مكتوبة he watched the movie last week. قال لي انفي negative sentence. جيت last في زمن ماضي شلون انفيها؟ قلت لنا استاذ نضيف did not. هاي هي did not. هم نغير شيء؟ ما نغير شيء، نرجع فقط الفعل اذا كان في الماضي رجع للمضارع. وضحت. مثلا I didn't go to أكبا when I was child. بسيطة. يلا السؤال شلون نسأل؟ هسه عرفنا بالنفي شلون نسأل. السؤال أيضا نستخدم did زائد verb 1. شنو verb 1؟ التصريف الأول وليس الثاني، يعني ما نحول للماضي. إذا لقينا محول للماضي لازم نحوله للأول. مهم؟ إيه مهم. زائد الفاعل، شوف did زائد الفاعل أي واحد من عندهن زائد علامة الاستفهام. نقدر ناخذ مثال؟ إيه نقدر. did you play علامة استفهام. did you play علامة استفهام. ها سؤال did وفاعل زائد play. لاحظ لهنا لو كانت بالماضي كانت played. تمام؟ يعني قصدي لو كانت مو سؤال كانت played، لكن بالسؤال وبالنفي يرجع الفعل للتصريف الأول. did you read book last month؟ yes I did. مثلا هاي سؤال عليها. أسئلة أيضا نفس المضارع، يبقى حلها على من؟ على الطالب. عندنا هنا الرغبة وعدم الرغبة ناخذهن. عندنا طلابنا الرغبة وعدم الرغبة. talking about likes and dislikes، أشياء تحبها وأشياء لا تحبها. أوكي، أو أفعال تحبها وأفعال ما تحبها. نجي نستخدم كل من الأفعال اللي هي like و love و hate و enjoy الموجودات مثلا I don't like زائد اسم. لاحظ بهاي الطريقة like don't like love enjoy و hate يجي بعدها شني؟ اسم. استاذ من الساعة مو أخذنا مثلا love و like ذنيتش اللي أخذناهن بالسجكشن بالاقتراحات، أريدك تركز. ذنيتش يجي ياهن I would يعني I زائد D. أوكي ما لك دخل بيهن. أما هنا لا شي يجيهن؟ يجي فاعل اللي هو I زائد مثلا لايك دونت لايك لاف انجوي هيت زائد اسم. هاي مره زائد اسم مره راح تجي نشوفها. مثلا اي لاف ماي فاميلي. ماي فاميلي اسم لو مو اسم؟ اسم عائلتي. زين بابلو هيتس باسكتبول. بابلو يكره كره السله. هيتس لاحظ لي هنا لا. استاذ هاي الهيتس مو قلنا هيت عفية. إذا هيت إذا إلك الآي أو للجميع تقول هيت. أما إذا الشخص تتكلم عن شخص هو مفرد بابلو مفرد أو مو مفرد مفرد تضيف له أس. واضح لو مو واضح؟ وأيضا اللوف واللايكس هم تقولها. بعدها شنو جاني؟ اسم. زين بعد إيش عندي؟ شنو القاعدة الثانية؟ يقول القاعدة الثانية وهي الأهم، نستخدم كل من الأفعال نفسيتهن اللي أخذناهن اللي هي like, love, hate, enjoy مثلا كنا نذني don't like ذن زائد صيغة الفعل المنتهية ب ing. إذا أجانا فعل لازم يجي وعاتن شني؟ فعل ب ing. هسا ذا اسم، الاسم ما ينضاف ل ing. وضحت؟ لأن التحويلات اللي تصير فقط بالفعل، فنضيف له شني؟ ing فعل ب ing. مثلا Dave loves swimming. ما قلنا swimming ليش؟ لان جتني بها يعني فعل، فلازم انا شو اقول هاي loves love وحدها. شو يجي بعدها؟ يجي بعدها فعل ب ing. ليش؟ لان القاعده تقول صيغه الفعل لازم تجين بها
اي ان جي واضح واضح حسن جي مثلا اي هيت دو لاحظ الدو ضايفينها اي ان جي دوينج زين لو كان عندي هنا اسم اضيف الاي ان جي لا الاسم ما ينضاف لاي ان جي ماي هوم وورك نجي هسه على الاسئله الوزاريه اسئله وزاريه هي الحل الامثل واللي تفهمنا فيه نجي السؤال الاول يجيني بالوزاره شلون مثلا اي انجوي انا حافظ كلمه انجوي معناها يستمتع هذن موجودات حافظهم ذني قاعده واحد زين البعثه شني فعل تو ذا بيتش قايل لي كوركت شني كوركت صحح لازم ذن انا حافظهم قلت لك اعطيك اليوم شني انطيك المفاتيح للاجوبه فاجيت التلقيت انجوي لازم ايش يجي بعدها كل الافعال ذن اللي قلت لي اياهن استاذ يجي بعدهن فعل بي اي ان جي عافيه بطل احفظها لايك ودونت لايك ولاف يحب لايك يرغب دونت لايك لا يرغب لاف يحب انجوي يستمتع هيت يكره احفظهن ذني فعل برا اي ان جي زين عندك فقط هناك يعني بالسجكشن عندك عندك اللايك مثلا اللاف اي لاف تمام وعندك اللايك نفس الحاله ذن ايش فيهن هناك بهن دي هنا انا ما بي دي مباشره بس اي وال يعني الفعل من ذن الافعال افعال الرغبه زين شو اسوي لهذا الفعل اضيف لا ينجي زين شي يقول لي بعد نوعيه السؤال الساده الثانيه شلون تجيني ها يقول لي اكسبرس عبر يور لايك عن رغبتك concerning playing tennis اذا جاك بهذه concerning الفعل اللي بعدها هو المهم عندك قال لي استخدم use يعني حددنا بواحد مثلا love hate غيرها استخدمها شو اقول I love وبعد concerning الفعل مضيوف له انجلو ما مضيوف له مضيوف له انزله نفسي تمام مضيوف له اضيف له ونزله نفسي اوكي ونزله وتكمله وياها مثلا express your dislike concerning flies عبر عن عدم رغبتك لاحظ لو لايك لو ديسلايك عن عدم رغبتك اذا عدم رغبتك تستخدم don't like او تستخدم hate اما لايك تستخدم love like اوكي نفسيتها يعني flies استاذ مو قلت ان هنا أنا استخدم اللي بعدها يجيني فعل هذا بي ان جي لو ما بي ان جي شلون اعرفه هذا مو فعل اسم استاذ ما عرفته فعل لو اسم مبين بي اس يعني جمع اوكي والجموع فقط للاسماء مثلا اي دونت لايك فلايز وضحت النوعيه الثالثه شلون تجيك واتس از يور فيفورت هوبي ما هي هوايتك المفضله لاحظ هنا أنا. يقول اكسبرس your preference لاحظ يقول لك express your preference fishing استخدم fishing صيد الاسماك my favorite hobby is fishing زين تجيني بعد نفس الاسئله ما بيها شيء عندي ها هاي هنا أنا عندي نوعيه من الاسئله ودائما تتكرر بالوزاري قلت لك كل نوعيات الطيكان مثلا I like green color Do you ومنطيني فراغ ومنطيني I would مثلا I prefer فراغ شلون استخدمها وقايل لي complete chicken لاحظ البعد Do you دائما نحط شنحط I don't فقط I don't فقط بعدها هاي هنا طبعا مو chicken blue اكو خطأ مطبعي فهنا أنا blue تمام هاي هنا أنا يقول I like eating fish do you شو خليها هسه بدون ما اشوف الجواب I don't بعدها هنا أنا اللي منطنيها بين القوسين مثلا complete preference هنا أنا منطنيها use chicken وضحت اعتقد وضحت مثلا I like swimming do you شو خلي I don't حصلت نقطة I don't خليت I don't هاي شوفها خليتها واي بريفير هي تنزل نفسيتها وش منطين بين قوسين تنس اخليها تنس وضحت اعتقد وضحت عندنا ايضا هاي اسئله نفسيتها شوفها اقراها
كرهن يا بطل على الرغبه وعدم الرغبه. يلا نروح المن نروح للقطع الكتاب الوحده الثانيه والقصه الموجوده، برنامج كوميدي، تي في كوميدي، عن من؟ عن لوسي. How old is Lucy؟ كم عمر لوسي؟ 16 years old. سأل بس اكتب 16 صح؟ صح. Who is Samara؟ من هي سمارة؟ يجيني هي السؤال ايجيك. Who من هي سمارة؟ شو اقول عن سمارة؟ اقول سمارة is a character in TV comedy، او اقول she is a character in a TV comedy. وضحت؟ هي شخصية في برنامج كوميدي. وضحت. What does Lucy؟ لوسي البنية الحقيقية اللي لعبت دور سمارة. Play in TV comedy، ماذا لعبت لوسي في البرنامج الكوميدي؟ يعني يا شخصية لعبتها. She plays، باعتبار اخذنا المضارع البسيط، شوف خلني لانها اس. ليش؟ ليش؟ هنا أنا بالسؤال ما بيها اس، بالجواب خلينا لها اس. ليش؟ لان في المضارع البسيط منين عرفتها؟ من كلمة does. زين. She plays. سمارة كاركتر، لعبت دور شخصية سمارة. احفظ هاي الاسئلة مهمة. Who does Samara live with؟ مع من تعيش سمارة في القصة؟ She lives، لاحظ lives، with her mother، مع امها، father اباها، and younger brother، واخوها الصغير. Where did they stay on a holiday؟ اين اقاموا في العطلة؟ In a fancy hotel with a swimming pool، في فندق فانسي مذهل مع يعني بحوض سباحة. What is the name of the girl Lucy plays؟ لاحظت تجي نوعية ثانية، يقول لي ما هي الشخصية الفتاة التي لعبتها لوسي؟ شو اسمها الشخصية؟ سمارة. فقط اكتب له سمارة. Samara's brother fell in the pool with all his clothes. صح لو خطأ on، صح لو خطأ. أخو سمارة سقط في في الحوض مع ملابسه. صح لو خطأ true. خاف يقول لك Lucy brothers خطأ، هاي شوفها، خاف يقول لك Lucy's brother fell in the pool with all his clothes on، قل له خطأ. ليش؟ لأن أخو سمارة، إحنا ما نحكي عن لوسي، نحكي عن سمارة، عن شخصية سمارة، لكن اللي مثل الشخصية سمارة هي لوسي، فإحنا ما نعرف لوسي عتها أخو لو ما عتها ما نعرف. أوكي، فنقول له falls. زين. Lucy's father falls in the pool with all his clothes on. صح لو خطأ. أخو لوسي سقط. من يقول لك أخو لوسي؟ قل له خطأ. شي يجيك على أخو لوسي؟ قل له خطأ. أما أخو سمارة فعلا موجود أخو سمارة، بس لوسي ما نعرف عدها أو ما عدها، ما معلوم. In the first episode what did Samara's brother accidentally put in his mother's tea؟ يعني في المشهد الأول المحزن، ماذا وضعه وماذا حدث أو ما هو الحدث الذي سواه أخو سمارة، فعله أخو سمارة؟ put in his mother's tea، ماذا وضع في الشاي مال أمه؟ ش خله؟ تحفظ لي كلمة he puts، لازم هنا أنا s. أوكي، put salt in his mother's tea، بس تكتب له salt خطأ، ما ينطيك خطأ 100%، بس خاف، لازم تقول له he put salt in his mother's tea، أو تكتب salt عادي يعني ملح، وضع الملح ينطيك عليها صح، بس خاف. زين، عندي انتهى ذيك، اي انتهت بالنسبة للأسئلة المهمة هاي. عندك انت أسئلة، حافظهن احفظهن لا تنساها، تريد تحفظ غيرهن احفظ غيرهن. الهواية هوبي، ايضا what is a hobby، ما هي الهواية؟ عرف لي الهواية، تجيني a hobby، تجي على شكل تعريف اي تجي. is something you do in your spare time، هاي هي الحد السبير تايم، اي الحد السبير تايم. زين، what can a hobby include، ماذا يمكن ان تتضمن الهواية؟ a hobby can include collecting things، ممكن ان تتضمن، شوف doing something، اشياء
كرياتيف يمكن أن تشمل الهواية جميع الأشياء أو ممارسة الأشياء الإبداعية كرياتيف or playing sports أو ممارسة الرياضة. زين. What can person acquire by participating in a particular hobby؟ ماذا يمكن acquire يكتسب الشخص من ممارسة هواية معنية؟ شو يمكن أن يكتسب؟ A person acquire substantial skill and knowledge. أو تقول acquire تحذف هاي الكلمة خاف صعب عليك. تقول skill and knowledge. يمكن أن يكتسب الشخص مهارة أو معرفة. تمام؟ تمام. How can anyone enter competition and compete in Asian Games and Olympics؟ كيف يمكن لشخص أن يدخل منافسة ويتنافس في الألعاب الآسيوية والأولمبياد؟ موجودة هاي في الهواية. With enough practice بالتدريب الكافي. لاحظ كل هذا السؤال الموجود هذا جوابه. With enough practice بالتدريب الكافي. How do many people find fishing؟ كيف وجد الناس الصيد؟ صيد الأسماك. Interesting and relaxing. استاذ بس يكتب interesting صحيح؟ اي صحيح. زين. Is blanket weaving still popular in many homes؟ هل لا تزال حياكة البطانيات شائعا في منازل كثيرة؟ Yes it is. كل سؤال يبدأ بفعل مساعد اللي هو is or was يجاوب اما بيس او نو مو بذني قلت كل الافعال المساعده. What do weavers use to create beautiful patterns؟ ماذا يستخدم النساجون ليصنعوا نماذج جميله؟ wool felt silk or mohair. الصوف والشعر والحرير والمهير. سات كتبت بس اثنين ايضا صحيح. Do we need a lot of patience in blanket weaving hobby؟ هل نحتاج إلى الكثير من الصبر؟ لاحظ قلت لك إذا يبدأ بفعل مساعد جوابه بيس ونو. هل نحتاج إلى الكثير من الصبر في هواية نسج البطانيات؟ Yes we do. تمام. إنشاء انتهينا من عنده. هاي الوحدة الثانية كلها انتهت. طلابنا الأعزاء أتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بإيصال المعلومة لكم صح. طبينا بتفاصيل كلش عميقة على مودك أنت على مود الطالب يستفاد أكثر يكون مستفاد وفهم الموضوع أكثر. أعطيتك أمثلة كلش هواي بالوزارية كل هذا على مود تستفاد ويكون لك يعني معرفة باللغة الإنجليزية ومفاتيحها اللي أعطيتك إياها. طلابنا لهنا انتهت محاضرتنا الوحدة الثانية. انطيتك الوحدة الأولى موجودة تمام مكتوب عليها رقم واحد قبل محاضرتين يعني وحدة الرياضيات ووحدة كانت سرعة عامة موجودة تقدر تطلع عليها وهاي الوحدة الثانية. أوكي قلت لكم كل وحدة محاضرة. يلا طلبنا هنا انتهت محاضرتنا. أتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بإيصال المعلومة لكم. طلابنا الأعزاء ما مطلوب من عندكم فقط الدعاء أنه لهن ولجميع المرضى أن يرفع عنا هذا البلاء يا الله. السلام عليكم ورحمة الله.